بدايتي كانت سنة 97، بديت ألعب إطاحة المطرقة، ولو أن قبلها يعني كنت أفضل أني ألعب لعبة الرمح والقرص، بس مع الوالد يعني أقنعني أن أدخل لعبة إطاحة المطرقة. فكنا نتدرب حتى قبل الفطور، أذكر أنه كان برمضان سنة 97، وللحين يعني ما حد كان يعني يعرف ان انا شنو لعبتي او ان انا باي نادي راح اشترك، يعني كنت مجهول الهويه، كنت اروح مع الوالد بس. وتدربت، وبعدين يا فتره اجازه الصيف، فكنت مصر ان يعني ان اسوي تمارين معينه، وان يعني ابي اكمل العب اطاحه المطرقه، بس كانت اجازه الصيف طويله فما راح اقدر العب لعبه المطرقه يعني بالاجازه. فأخذت معي أوزان للتدريب، وطول فترة الصيف يعني كنت أتدرب فيها جنرالات أرميها لورا والأمام، يعني تمرينات عشان تقويني حق اللعبة عشان أكون جاهز يعني حق الموسم سنة 98. ف98 جيت وبلشت أرمي طاحة المطرقة وأتدرب بالتدريب، يعني التدريب ما كان سهل. أذكر حتى مرة يعني بالتدريب قاعد ألف بالمطرقة وتعرجبت ريولي، فلفيت بالهواء لفتين وطحت يعني، بس ما هذا ما منعني أني أكمل، يعني أنا كنت عجبتني اللعبة وحبيت أني أكمل فيها يعني. وأول بطولة ما أذكر بالضبط أي شهر كانت، أعتقد شهر 11 أو 12 بعد إجازة الصيف، أول بطولة حققت فيها المركز الثاني أو الثالث ب 35 متر في فئة الأشبال، مطرقة 5 كيلو كانت. فيعني كنت فرحان وايد على النتيجة هذه، ومن وقتها انه خلاص يعني قلت ان انا لازم اسوي يعني انجاز يعني قوي بطاحة المطرقة، وان ابي اسوي انجاز يعني. كنت حتى اشوف اللاعبين العالميين بالفيديوهات اتابعهم يعني، وكنت ابي احقق الانجازات يعني نفسهم او حتى لو قريب عندهم. من فترة الأشبال يعني كان عندي يعني كنت أحط لي أهداف، يعني كل ما يعني أخلص من هدف يعني أحط لي هدف بعده. فكان يعني في لاعبين الكويتيين مثل ناصر جار الله، كان رقم الكويت باسمه 69 متر أعتقد أو 71 حققها بعدين، يعني كان من اللاعبين اللي كنت أقتدي فيهم وكنت أشوفهم أن يعني هم لاعبين زينين، فأبي أصير نفسهم كبداية. بس طموحي يعني ما وقف عند هني، بس حققت يعني بعدها انجازات اكثر من كذي الحمد لله. وفي لاعبين ثانيين مثل اللاعب كوجي ماروفوشي ويوري سيديخ رقم العالم باسمه، طبعا رقم العالم شويه قوي، ويعني تحقق بسنه 84. فيعني الرقم هذاك يعني كانت له ظروف معينه، الحين صار عندنا فحص المنشطات اقوى، يعني الرياضه صارت نزيهه اكثر يعني. فما وقفت عند الحد هذا، وحطيت لي طموح اكثر انه يعني اشارك ببطولات دوليه، اشارك ببطولات اسيويه. فالحمد لله يعني استمريت في التدريب، ويعني تدربت بانتظام مع المدرب، وبهالسنين هذه لغايه العمومي يعني تدربت مع الوالد 6 أشهر، بعدين تدربت مع مدرب حامل رقم العالم أناتولي بندرتشوك لمدة 6 سنوات، وبعدها تدربت مع فلاديمير هودلين، هو هم لاعب بندرتشوك نفسه. فهذه كانت يمكن 10 سنوات مع المدربين هذولا، وبعدها تدربت مع أندريس كوارك، وأندريس كوارك هو اللي خلاني يعني أحقق أفضل إنجاز في فئة العمومي. ففئة الناشئين سنة 2001 تغير القانون الدولي من المطرقة أنها تكون 6 كيلو حولوها حق 5 كيلو. فهني كنا احنا 3 لاعبين بالعالم اللي نحطم رقم العالم بالخمسة كيلو، الهنغاري قط 85 متر، وجنوب أفريقي 79 متر، وأنا قطيت 77 متر. فكنا احنا المصنفين يعني من احسن اللاعبين في العالم حق الناشئين سنة 2001. ورحت بطولة العالم اللي كانت 2001 بهنغاريا بدبرتسن، ويعني اول بطولة عالم كانت لي، ومع التوتر وكنت يعني حاسب مسؤولية يعني يمكن زيادة، مع
مع تشجيع الإداريين لي، بس يمكن تشجيع شوية كان زايد يعني عدم خبرتي بذاك الوقت. حسيت المسؤولية زيادة لدرجة أني يعني بالبطولة حتى يعني كنت معتبر نفسي أن أنا فايز بدال أن أنا أركز على التكنيك. فبهالبطولة المفروض أن أنا يعني أقل شيء ثاني أو ثالثة يب بطولة العالم هذه، بس جبت المركز السادس. فالحمد لله على النتيجة هذه، كانت يعني هم زينة كبداية أن أنا توني بادي الرياضة ما صار لي كم سنة. وسنة 2002 حققت الثاني على العالم شباب في جامايكا، بطولة العالم للشباب. من أول رمية بالتصفيات حطمت رقم الكويتي 73 متر وكم سنتي، وخلاص ما كملت السباق عشان متأهل خالص. وبالنهائي نفس الشيء، أول رمية هم حطمت رقم الكويتي 73 69 أو يعني تقريبا، ويبت المركز الثاني في هالبطولة هذه. وبالنسبة حق يعني أني أشارك، يعني كنت كثر ما أقدر أبي أشارك، أبي أشوف أنا إيش كثر أقدر أوصل له باللعبة، شنو النتائج اللي ممكن أقدر أحققها. في 2001 كنت ناشئ ثاني سنة، ولعبت بطولة العمومي، يعني هم أكبر مني بثلاث سنوات، يعني خلاص أنا فئة العمومي هي بس بعدها يكون العمر مفتوح، بس فئة الناشئين والشباب هي اللي يكون أعمار محددة. فشاركت في البطولة هذه وحققت المركز الرابع، يعني تعادلت مع المركز الثالث بنفس الرقم، بس هو كان راميها يعني قبلي، اللاعب المصري أحمد عبد الرؤوف، وحين موجود عندنا بعد بالكويت. فقطيت أنا 64-66 أعتقد، أرقام يعني مذاكرة بالتفصيل. سنة 97 لغاية سنة 2002، يعني هذه الفترة مالت فترة الأشبال والناشئين والشباب، يعني هالجيل احنا اللاعبين اللي كنا موجودين في الفترة هذه، يعني كنا أقوى لاعبين بالمطرقة بهالفئة العمرية. فهذا اللي ساعد هم على التنافس، على أن نحقق إنجازات أكثر ونطور من مستواي، لأن بدون تنافس هم لاعب يعني صعب أنه يعني ينافس. فكان في لاعب محمد عبد الكريم الجوهر واحمد عبد الله العوض وعلي ابو حمد، وبعدنا بسنه علي قنبر ومشعل معي. فاحنا كنا يعني كان بيننا سنه سنتين فرق، بس كنا ننافس مع بعض، فكانت منافسه قويه، يعني هذه منافسه يعني جدا مفيده حق اللاعب. فكنا اول ثلاث سنوات كانت منافسه بيني وبين كل اللاعبين، بعدين بيني وبين محمد الجوهر، يعني كان مرة أنا أجيب الأول، مرة هو الثاني، مرة هو الثاني أنا الثالث أو الأول، يعني كل مرة نبدل أدوار شوي. فبعدها يعني قبل سنة 2003 أو 2004 يعني خلاص بديت يعني قمت أحس باللعبة، أن شنو اللي يحتاج لها، شلون أقدر مثلا أطلع قوتي كلها باللعبة. وبدأت أتطور شوي شوي، يعني بدأت أتطور حق السبعينات وفوق السبعينات. الرياضة أثرت يعني فيني بشكل إيجابي الحمد لله، يعني خلتني أركز على شيء مفيد يفيدني وهم أستمتع فيه وأقضي وقتي فيه يعني. وكانت تاخذ صراحه تاخذ من وقتي بوايد يعني، وبعد ما يخلص هالوقت هذا تاخذ من وقتي اني انا لازم استعد حق التمرين اللي بعده. فمثلا اتدرب 3-4 ساعات او 5 ساعات او 6 ساعات، بعدها لازم ارتاح. فشلون انا اقدر يعني استشفي لغايه التدريب الجاي؟ ولعبتنا تعتمد يعني على ان احنا لازم يعني نتدرب باستمرار عشان نطور من الحركة ونعود نفسه على التكنيك المعين، أو نحاول يعني نصيد الحركة الصح للعبة، لأن لعبتنا هي يعني لعبة قوة، وهم قوة انفجارية وسرعة. بس إذا كل هالمواصفات هاي موجودة فيني مثلا أو بأي لاعب، بس ما عندنا التكنيك ما راح أقدر أستفيد منها. فكانت تأخذ مني وقت وايد يعني أن أنا شلون أفهم الحركة اللي المدرب قاعد يشرح لي إياها أو قاعد يقول لي إياها يعني بهالفترة هذه. وبالنسبة للدراسة ما يعني أثرت علي، يمكن أن تفكيري كله كان أكثر بالرياضة، أني أجيب إنجازات، خصوصا بعد أول بطولة فزتها بالكويت جبت الثالث فيها، فحسيت أني أقدر أسوي باللعبة شيء يعني وأقدر أحقق إنجازات أكثر.
نوعا ما يعني ما اقول ان اثرت يعني، بس شويه يعني كانت تاخذ من تفكيري يعني. والسنين هذه اللي قضيتها فتره الناشئين والاشبال والشباب يعني خلتني يعني اعطتني ثقه بنفسي اكثر، اني اقدر احقق انجازات مثلا على فئه العمومي، واني اقدر اوصل حق هاللاعبين هذيلا ولو اني ما شفتهم يعني الا لما رحت فئه العمومي واحتكيت معهم بطولات خارجيه شفتهم، فهمت اكثر يعني بلعبه المطرقه على المستوى العمومي وعلى المستوى العالمي، والانجازات هذه شلون ممكن اللاعب يحققها عن طريق التكنيك وعن طريق التدريب. يعني السنوات اللي فاتت هي اللي يعني اعطتني قاعده يعني قويه بنفسي اني اقدر احقق انجازات اكثر على فئه العمومي.